حلو حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم الماسك مالتنا للاظافر، تطويل الاظافر. اتمنى اللي يشوف الفيديو يشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصل له كل ما هو جديد. وحبايبي حطوا لايك، شو مدى اشوف اللايكات حبايبي؟ ليش الماسك مالتنا هو عبارة عن مادتين. المادة الأولى هو الشاي، أي شاي أنتو تشربوه تحبوه، ناخذ من عنده بحدود كوب من الشاي بدون سكر طبعا، ناخذه. وعندي حبة نص ليمونة، آخذ من عندها العصير مالتها أصره مثل ما تشوفون، بعدها اخلطه. بعدها بعد الخلط نستعمله هذا اللي ننقع بيه اظافرنا لمدة ربع ساعة. ربع ساعة باليوم مرتين، نخليه صباحا ومساء حتى تستفاد من عنده الاظافر. خلال اسبوع هسه تشوفون النتيجة من عنده. تعرفون انتو الليمون هو فيتامين سي، راح يفيد الاظافر ويقويها ويبيضها اذا بيها الوان داكنة او هاية، او تصير بيضة، اكو قسم من الاظافر تصير تطلع على بياض، فهذا راح هذا الماسك راح يخليكم اياها هم تطول اظافركم ويقويها. مثل ما قلت لكم يستعمل مرتين باليوم، ونحطه بالثلاجة طبعا ونستعمله. اما نص الليمونة هاي اللي تذبوها هم تحاولوا تمشوها على اظافركم فدهم فد 5 دقائق، وهاي من بعدها غسلوا ايديكم بالماي ورطبوها، دهنوها بزيت الزيتون، كلش مفيد زيت الزيتون للاظافر، ينطيها هم لمعه وهم يقويها، وان شاء الله راح تستفادون من عنده. بس يجون يقولون ليش انتي لعش عجب ما مطوله اظافرك؟ انا بصراحه تعرفوني يعني 24 ساعة بالزرع، يعني اعتني بيه وتراب وحولي هاي وجيبي هاي، ف يعني شوية صعبة الأظافر الطوالة، وأنا ما أعرف ألبس الكف، ألبسه مرات ويعني شوية ما أعرف أشتغل بيه، فأحب أشتغل بإيدي، وتعرفون شغل البيت هم. بس اللي يحب يطول أظافيره وهاي ودي يعاني من الكسر وما تطول، فهاي تفيده إن شاء الله. واللي البنوتات الحلوات اللي بالكلية هم تستعملها هم يفيدها، وإذا عندكم أطفال من عمر 10 سنوات هم يفيدها، إذا تشوفون أظافير نموها كلش ضعيف وما عنده يعني أظافر كلش، هم تستفادون هاي من عنده. ومثل ما قلت لكم نرطبها دائما، وانتو تعرفون يعني اللي يبرد أظافيره أو يحاول يسويها فمنظر حلو هاي. اما من تغسلون يعني شعركم بالحمام حاولوا تكون صبغون اظافركم حتى يعطيها قوة ما تتكسر، اي اللي يحب يعني يصبغ هاي ينطيها قوة الاظافر حتى ما بسهولة تتكسر. مثل ما قلت لكم الليمون مفيد كلش، فيتامين سي بي. ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو، ومثل ما قلت لكم اتمنى تحطوا لي لايك واشتراك، ومع الف سلامة.